ولذلك طوبى لمن صبر على المريض، طوبى لمن تحمل آلام المريض، طوبى لمن حاول أن يمسح عبرة المريض وأنسأ للمريض في أثره ومسح عبرته وذكره أيام قوته وعزاه ببقاء الأجر له وصبر على فقره وعلى ما يخرج من الأذى منه. البعض منا مل وجاب لأبوه عامل ورماه، امرأة لما مرض طلبت الطلاق وتركته، لما افتقر قالت أنا ما أصبر مع فقير مسكين محتاج. ولذلك نقول كوني كزوجة أيوب اصبري عليه، فإن الله جل وعلا لما شافاه عافاها وأغناها وأعطاها، وفي بعض الروايات ولدت له، الله جل وعلا آتاه أهله ومثلهم معهم. قال بعض أهل العلم أنه آتاه مثلهم معهم، قال بعضهم أحياهم، وقال بعضهم بل بارك في زوجه الصابرة فأنجبت له مثلهم معهم، وكانوا 13 وقيل 14، أي أنها أنجبت أكثر من 26 ابنا وابنة، وما ذلك إلا لصبرها، أعطاها الله كما أعطى النبي.